من عجلة الحظ هندخل إلى بوابة أخرى. الوندز هنا، العصي، مجموعة العصي هنا بترمز للعمل، للعمل الجاد، لل يعني انت مش هتبقي عايزة اي حاجة الفترة الجاية غير ان انت تتقني حاجة معينة انت حابة، يا اما يا رب ربنا يقدرني تتعلميها يا اتقنها. اما يعني شغل جديد، فهتعمليها على اكمل وجه. بس في اسد هنا، يعني العصاية قلتيلي مجموعة العصي، مجموعة العصي ده العمل الجاد. أيوة. الأسد اللي واقف لي ده بقى ده إيه؟ الحارس. شوفي هقول لك حاجة، الحارس. الحارس والحارس بتاعك انتي نازل لك اتنين أسد، ده أسد وده أسد أو الكارت ده بيرمز لبرج للأسد. الأسد، ده كارت القوة. وهنا كمان في الكينج أوف ووندز كمان أسد، لكن هنا أسد بيراقب أو شخص بيراقب حاطط عينه عليكي مش شايلها خالص. الحد ده مش صغير في السن ومش كبير في السن، لكن هو على قدر من الحكمة والعقل والذهاء اللي يخليكي تعرفيه أول ما أقول الكلمتين دول على طول تعرفي هو مين. عينه عليكي باستمرار ما بيشيلهاش خالص. والأسد التاني ده بقى، الأسد التاني يا أسد شكله حلو، بيرمز لقوتك أنت، يعني كارت القوة هنا بيرمز ليكي أنت. بيرمز ليكي أنت إزاي؟ في مواقف أنت مريتي بيها عاطفيا وربعت أكتر من موقف، لميتي عزالك وخدتي بعضك ومشيتي، جرحتي وتوجعتي ما كانش حد عارف عنك أي حاجة وكتمتي في قلبك وسكتي. فهنا كارت القوة بيقول هي دي مدى صلابة إلهام شاهين. أوكي. لكن علشان تفضلي بهذه الصلابة باستمرار، هو معاه معزة هنا ولا ايجي ولا جادي ولا جادي معزة صغننة؟ لكن هو الكارت نفسه بيرمز لبرج الأسد. برج الأسد تمام. فعلشان تفضلي على هذه القوة الداخلية والخارجية كمان، اوكي، محتاجة ان انت تاخدي وقتك في التفكير، تقعدي لوحدك اكتر ما تقعدي مع الناس. محتاجة تنعزلي، بس مش انعزال انك بترغمي نفسك على انك تنعزلي، لا، نقدر نقول حاجة كده زي لحظات صمت للتواصل مع ربنا اكتر. ان احنا احسن او اكتر طريقة بنعرف نتواصل بيها مع ربنا هي لحظات الصمت. بمجرد ما سكتنا هنا سمعنا صوت ربنا جوانا. اوكي، في عند قوي جدا الصوت عند انتي عنيدة شوية، عنيدة قوي مش شوية، والفترة اللي جاية هيزيد العند ده اكتر. الصوت هيبقى من دماغك، مش هتسمعي كلام اي حد، لان انتي هتكوني شايفة ان اللي بتعمليه هو بس اللي صح.